مشاهدينا حتى نتحدث أكثر عن موضوع الميلاتونين أكثر وشلون يشتغل بأجسامنا وش قد يأثر على حياتنا النفسية أيضا. خلينا نستقبل ويانا الدكتورة رسل الجبوري داخل الاستوديو. نصبح عليها. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك دكتورة. نورتينا. أهلا بيك. أهلا بيك. دكتورة بالبداية خلي نفهم شنو الميلاتونين اللي أكل كثير يمكن ما يعرفون وبالتقرير شفنا بعض من المعلومات وحتى بالحياة اليومية الشخص اللي دائما يستصعب إنه ينام يقول خذ لك هاي الدواء أو الحباية اللي بنسبة من ميلاتونين. شنو هاي ممكن تعرفينا أكثر؟ الميلاتونين هو هرمون، هو أبدا مو مكمل غذائي مثل ما البعض يقولون. نعم. هو هرمون يفرز من الغدة الصنوبرية الموجودة بالدماغ. فهذا الهرمون هو يساعدنا على النوم، يعدل الساعة البيولوجية اللي موجودة. بس احنا دائما ناخذ الميلاتونين وننسى بعد مضاره، ننسى المساوئ مالته، خلاص نعتمد على شيء ثاني. فهذا الشيء لازم ناخذه بالطريقه الصحيحه. نعم. الميلاتونين هو منعدل لنا الساعه البيولوجيه، ما يصير احنا نعتمد على شيء خارجي دائما. نعم. لا، لازم احنا اكو امور احنا ننظمها، مثلا الضوء، اوقات النوم تكون صحيحه وكافيه، مو يعني ناخذ الميلاتونين ونلزم التليفون. فهذه الشغلات هي اللي تخلي حيتضارب، حتكون المستويات تكون مختلفه. نعم. طيب دكتوره شلون يعمل الميلاتونين؟ الميلاتونين هو قلت لك ينظم الساعه البيولوجيه اللي موجوده بالجسم. نعم. فهذه هي تكون النسب مالته يشتغل بالليل بوقت الظلام، او بالاحرى يعني يكون وقت الظلام يشتغل به الميلاتونين، وقت النهار حيكون اقل مفعوله. لذلك انه احنا رب العالمين حتى يقول انه وخلق يعني شلون نسيت عفوا. طيب هي شنو علاقته بالنوم؟ احنا يعني نحب نعرف شنو الميلاتونين. هسه انا اليوم فتره اني قالوا لي بنتي ما كانت تنام، قالوا اخذي مال اطفال وبنسبه ميلاتونين. انا خفت قلت يعني شنو علاقه الميلاتونين بالنوم؟ يعني ليش ينظم لنا تحديدا النوم ويعدل لنا الساعه البيولوجيه مثل ما قلت؟ مو هو هرمون، هو يعني هو مسؤول عن النوم. هو مسؤول عن النوم، فاحنا من اخذناه زيدنا الهرمون اللي موجود، بس مو دائما لازم ناخذه من الخارج. يعني لازم احنا اكو موجود بعض الاكلات مثلا اللوز، الحليب. نعم. الموز موجود به، فاحنا لازم ننظمه مو بس خارجي، يكون هو موجود عندنا اصلا يعني من الحياه الطبيعيه. نعم. طيب دكتوره شنو الاشياء اللي احنا لازم ناخذها بعين الاعتبار قبل لا ناخذ ادويه خاصه بالميلاتونين؟ الشغلات اللي ناخذها بعين الاعتبار اذا عندنا علاجات مثلا تضارب وياها. نعم. العلاجات اللي ناخذها لازم نشوف هل اكو شيء هم يؤدي الى النوم، هم اكو شيء ينعس، حتى ما يصير هذا ضغط. لان احنا اذا اخذنا الميلاتونين واخذنا شيء ثاني وياي نوم، هذا يعني ثاني يوم حتكونين ما تقدرين تشتغلين، ما تقدرين تمارسين حياتك الطبيعيه. حلو. طيب دكتوره بالفتره الاخيره شفنا اكو هاي الاقراص اللي تكون مثل الجيلاتينيه، هم كان اكو بيها نسبه الميلاتونين، وزايدا اكو اقراص ثانيه مثل الحبوب. زين هنا اني ايش قد ممكن اخذها اقول حتى اعدل نومتي؟ مثلا فتره ممكن اخذها وبعدين اتركها. هو من 0.3 لحد 5 ملغرام، هذا هو اللي هذا الحد الكافي انه انت تاخذيها مره واحده. مره واحده تاخذيها باليوم ومو يوميه، يعني عند الحاجه. هي شو وقت احنا نستخدم الميلاتونين؟ نستخدمه من عندنا مثلا سفره، من نريد ننظم وقتنا، هذا الوقت احنا بدنا ناخذ الميلاتونين، بس مو بكثره، مو يوميه استخدامه. فعلا. اذا هي غده دا تفرز لنا هذا الهرمون، احنا من نعودها على شيء خارجي دائما، هذا هذاك الوقت هي حتخمل، مو صح. نفس نشاطها السابق. ممكن تكون مثل الادمان، يعني مثلا شخص لا انه يدمن عليه. لا، هو ما يسوي ادمان، هو مو ادمان، بس انه انت اكو شيء بدا ينفرز بجسمنا، ما يصير دائما نعود على شيء خارج اكسترا. فعلا. حيقل، هو مو ادمان، هو نعم. ما حيسوي ادمان. نعم. نعم. طيب دكتوره شلون نقدر احنا خلينا نقول ناخذ الميلاتونين من اشياء خلينا نقول طبيعيه، يعني اذا كان اكل، يعني احنا نقدر ناخذه بدل ما ناخذ حبوب ناخذها من مواد خلينا نقول احنا بدنا ناكلها كل يوميه، ان كان فواكه ان كان خضروات. مو الفواكه والخضروات، الفواكه الحمراء مثلا الطماطه اللي هي ضمن الفواكه. نعم. الكرز الاحمر، هذه هي ممكن، الموز، اللبن. يعني خلينا نقول من الاشياء اللي تكون حمراء، بما انه انت ذكرتي الطماطه والكرز. هي هذه تكون انه بها اللوز،
الموز هم ذكرنا، هذه الشغلات هي تساعد على الميلاتونين، نبتعد عن المنبهات القهوة الكافيين، هذه نبتعد عنها، فمن نحد من عندها خصوصا قبل ساعات النوم. ممكن الشوندر همين يفيد؟ يعني الدراسات ما ثابتة على هذا الشيء. طيب دكتورة، أكل كثير من الناس فاهمين المفهوم غلط، يعني أخذوا الدواء الميلاتونين كدواء يعني شلون نقول علاجي، مو مثل ما ذكرتي حضرتك مثلا مرات أنا أحتاج يمكن عندي أرق، يمكن مدى أقدر أنام، يمكن عندي شغلة أنا قلقة بها، ممكن أخذ يعني حباية أو مثلا الجيلاتين اللي حكينا بها، لكن أكو ناس دا أخذوا مثل العلاج. هو الخطأ اللي حيصير بعد ما أخذه، هو ما بمضار إلا إذا أخذنا بدوزات هواية، إذا زيدنا الجرعة مالته هذاك الوقت حيصير مثلا ألرجي، حساسية، هذا يعني نواجهها، بس إذا أخذ وحدة ما حتصير مشكلة، إذا اعتمد عليها ثاني يوم ما حيقدر أصلا يمارس حياته الطبيعية، ما حيقدر يشتغل إذا بقى يلتزم على الميلاتونين. وأكو ناس مو بس تأخذ الميلاتونين، يأخذون بانادول نايت. هو داري دسالت هو نفسه همين بيها ميلاتونين؟ لا، المادة الانجريدينت بالبنادول نايت تكون مختلفة عن الميلاتونين. البنادول بألارمين بأنتهستامين، هذا نعرفها أنه دائما تنوم، بس الميلاتونين هو يكون طبيعي أكثر، يكون هرمون موجود. هذه لا، مواد يعني كلها مواد كيميائية بالتالي، وإحنا على الأقل إذا ما بيها هي بيها مواد حافظة. أكيد فعلا. طيب دكتورة، شنو الآثار الجانبية ممكن اللي إذا أخذنا هذه الأدوية اللي خلينا نقول راح نتعرض لها؟ يعني إذا أخذنا الميلاتونين مثلا، أو بما أنه هو الميلاتونين، إذا أخذناه بزيادة بكثرة حيصير عندنا نوزيا، عفوا لعبان نفس، تقيؤ، صداع قوي، ممكن بالنهار ما يعني كلش تكونين نعسانة بالنهار وما تقدرين تنامين اصلا، لانه انت اخذتي الوقت الكفايه، نمتي بليل بس بوقة تبقى الجرعه يعني مستمره لحد ثاني يوم. طبعا دكتوره رسل كالعاده انت اعطيتينا معلومات جدا قيمه، واحنا يمكن كنا والمشاهدين منا كنا يعني فاهمين المفهوم مال الميلاتونين شويه بمفهوم خاطئ. طبعا شكرا لك ولتواجدك ويانا. شكرا لك.